صباحكم الله بالخير والمحبة أحبتي مشاهدي شاشة زاغروس الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في جولة راح تكون من أكثر مكان مزدحم وتقصد الناس من بغداد ومن جميع المحافظات، واللي هو شارع المتنبي أكيد بحلته الجديدة. اليوم راح ناخذكم بجولة صباحية خفيفة ولطيفة لعيونكم، أكيد راح تستمتعون بها إن شاء الله. ننقل لكم بالصوت والصورة اللي يحدث الآن في شارع المتنبي من محلات بسطيات، ناس مزدحم بشكل مو طبيعي، أجواء جدا جميلة ورائعة. أنصحكم جدا أن تزورون هذا الشارع تستمتعون بأوقاتكم. تعالوا ويانا نتعرف. شلونك حبيبي؟ شلون الصحة؟ شنو شو مشتري؟ بعد مشتري شو مشتري؟ جلادات. زين انت شو اسمك؟ انا عصام. عصام شو تسوي الجلادات؟ الاخوي الصغير خطيه. صدق؟ اي والله. يعني اول ما بلشت صرت انت قبالي فقلت تسولف ورطني. ليش ورطك؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ ما اشتغل توصيل. زين فهو عنده توصيل. حلو. هو ورطني وقفني. شلون ورطك؟ ناشد ناشد. هاي كاميرا وناشد. صاحبك شنو ورطك؟ تعال اخذ الكارت وانا ووقفني. بس. اه هي زين. هاي الجلادات شنو شوفني؟ الاخوي. دك تليفونك؟ يلا شكرا كمل تليفونك. يلا الله يخليك. عبتي المشاهدين اول ما بلشنا بداية حلوة. تعالوا وياي نتعرف. خلينا نشوف الاخ ناجي ليش يسوي اكل، يمكن مصورنا جوعان. سلام عليكم، شلونك قلبي؟ شو اسمك؟ سجاد. سجاد شو الريحة الطيبة هاي سجاد؟ شو مسوي سولفني؟ والله هاي اكل عراقي يعني دولمة وهذني السوالف. انت سولف وياي واشتغل عادي. اوكي. شنو الاكل؟ يعني هاي دول ما اكثر شيء كل مال البيت هو. اي زين منو يسويها انت لو منو؟ يعني اكثر نشتغلها بالبيت. اي الاغلب. لا يعني الاهل اكثر. اي اكيد لمسات الحجيه لازم تكون حاضره بالجدريه مو؟ اي اكيد طبعا. الدولمه هاي شو بس سلق اللي دا اشوفه، مو المفروض بيها بعد ملاعيب؟ هي بيها بس جوا، لان هذا اني يستوون الجوا، اذا خلين لي فوق البصل والهاي ما يستوي فيصير عن جوا. من عدا الدولمه شنو موجود بعد؟ عروق وبورق. ورق العنب موجود، وموجوده هاي البورق والعروق وكبه موجوده. اي عندي سؤالين، من يا ساعه ليا ساعه تفتح ولا؟ احنا نفتح يوم الجمعه الصبح وبالليل، يعني من الصبح لليل. اقبال الناس اليوم شلون تشوفه؟ وشلونها اسعارك؟ هل هي مناسبه لو غاليه باعتبار دولمه وعراقي ومن البيت ولمسات الحجيه؟ والله هو السعر مناسب انا اعتبره، يعني انا ابيع بالنسبه لي ارخص من السوق. يعني المعان نبيع ب 2000 الكبير، بينما هو يعني بالمطاعم وبالهاي يمكن نفر بثمانية واكثر، احنا نبيع ب 2000، فكلها تقدر تشتري يعني الناس. فعلا زين، هذا المعون اللي ب 2000، اليوم انا لو ميت جوع، هذا ب 2000 راح يشبعني لو لا؟ يعني اذا ويا صموني شبعك، اذا ويا وحده صموني. الله يرزقك ان شاء الله، نخلص ونرجع لك الريحه مدام. حبيبي حبيبي على قلبي. طبعا الريحه جوز حتى انتم شتميتوها، مجرد ما تشوفوها تشتمون ريحتها الطيبه والزكيه. الله يرزقها ان شاء الله. مستمرين بجولتنا داخل شارع المتنبي، خلينا نشوف هنا. السلام عليكم. ذني الملاعب لك الدعافيس. شلونك اخوان؟ شو اسمك؟ عبود عبد الملك. عبودي عبودي شنو هاي الدعافيس؟ سولف لي. والله هاي مجسمات مال انمي، هي يابانيه يعني الفكره مالتها والانتاج. بس عندك الصناعه احنا اللي نجيبها ارخص، لان يعني تجي من الصين. الصين يعني صناعه صينيه، بس هي الفكره والانتاج يعني مالت ياباني. الناس تدور يعني شيء حلو ورخيص، يعني ما تدور الاصلي. يعني انا اذا تجي عليها مثلا هاي قطعه 10 15 زين وقف، خلينا نقارن. هسه هاي بيش؟ هاي مثلا تجي 5000. هذا مو الجوكر تسوى؟ الجوكر. زين لو كانت القطعه اصليه من شركه رصينه واصليه بيش يكون سعرها؟ جوز 60 وفوق. يابا اي هاي الاسعار مالتين الفقرات. هيجي الفقرات عالم واسع بمصغرات مال سيارات ومال كل الافلام والمسلسلات والكرتونات. اليوم انت ليش مختص فقط بهاي التفاصيل الانمي؟ لان الانمي متوفره يعني بالسوق العراقي ومطلوبه. بس عندك انت بالمسلسلات عندك مثلا الاجنبيه او الهاي تيجي بس من شركات اصليه، ما تيجي صيني. حتى الواعي بالطوبه يجون بس من شركات اصليه، فذني يجن كلش غاليات. يعني يجن يعني 500 دولار 400 دولار القطعه يعني. ف يعني الفرد العراقي ما يشتري هيك شيء يعني. زين ما جربت توفر الاصليات للهواه اللي يشترون الاصلي؟ جربت اوفر يعني بس بنوعيه كلش قليله يعني، بس مو الاصليه. اصليه تقريبا يعني نقدر نقول الكوبي. بس اللي صار انه هو يعني اهميات ما اخذها يعني، ورغم نوعيه كلش زينه لان سعرها يكون اغلب هو يعني. نصيحه وجنابك سيد العارفين، انت سوي لك فت بيج قول انه انا اقدر اوفر الاصلي
للي يريدون اصلي مو تمام أي. يعني اليوم انا اجيك اريد القطعه الاصليه توفر لي اياها؟ اوفرها اكيد وانا عندي بيج واوفرها من اتبي. الله رزقك ان شاء الله من اوسع بابه. شكرا جزيلا غالي تمرني قلبك حبيبي. طبعا شارع المتنبي يحتاج لنا جولات وجولات، ما تكفي جوله واحده نغطي لكم كل اللي موجود، لكن احنا راح نعمل اللي نقدر عليه حتى نغطي لكم اكبر عدد من البسطيات اللي موجودين هنا في شارع المتنبي. مثل ما تشوفون شارع جدا مزدحم، مثل ما قلنا بغداد كلها تجي لهذا المكان، وحتى من المحافظات يزورون هاي المنطقة لجمالها وللأجواء اللطيفة اللي موجودة في هذه المنطقة. مستمرين أكيد في جولتنا. هسه راح يكون أتصور نحكي لكم عن الكتب شوية، باعتبار المتنبي هو أساس أو منبع المكاتب والكتب، فنشوف منو صاحب هذه المكتبة. خلينا نشوف هنا. السلام عليكم. وعليك السلام. شلونكم الصحة؟ شلون الأحوال؟ والنعم. نظرية الفستق، شنو هاي نظرية الفستق عمو؟ والله كتاب طبعا واحد من أهم الكتب الموجودة بشارع المتنبي من ناحية الطلب. زين، نظرية الفستق أي كاتب أي. عربي ينطي دروس ومعلومات عامة لكيفية الوصول إلى الأهداف المستقبلية، يحدد لك وينطيك نقاطها وطريقتها. أنا بالنسبة إلي لو تقول لي هيك أنا ما أقتنع ليش؟ كل شخص وكل إنسان إلى طريقته الخاصة بالتفكير تمام. وطريقته الخاصة بالوصول للأهداف. هل ممكن أنه كتاب يقدر يلخص هذا الموضوع؟ هو ملخص هذا الموضوع وواضع لك إياه كطالب مدرسة مثلا زيان. أكيد الطلاب الآن لمحدودية العمر ومحدودية الثقافة أيضا واهتمامهم بالدرس فقط نعم. وهو ينطيك الطريقة اللي تخليك توصلك وتحدد مستقبلك تقريبا. إذا كنت تريد طبيب تصل كيف تصل وتصبح طبيب، إذا كنت مهندس وطبعا أيضا وواضع النقاط الاختلاف إذا أخذت طريق الدكتوراه أو طريق الهندسة تصبح رياضيا كيف تلتزم، لازم النظام الغذائي النوم الجلوس التدريبات كلها واضحة بهذا الكتاب. كتاب طيب وبسيط وسهل. معرفة اسمك أولا؟ الإعلامي علي السبتي. عاشت إيدك يعني زميلي. نعم. اليوم هو دشت داسلك على هذا الموضوع. أنا لا طبيب ولا رياضي ولا هاي، أنا إعلامي وأريد أطش. نعم. أوكي إذا قريت نظرية الفستق هل راح اكون رقم واحد بالعراق؟ لا طبعا. زين العجل ليش موجود الكتاب؟ الكتاب احنا اذا على مثل ما تفضلت معناها يخلو الكتاب والعراقي كما معروف عنه يقرا. صح فعلا. واحنا فعلا غذائنا الروحي الان مثل ما نحتاج الى الطعام نحتاج الى القراءه، اللي نحتاج فكر هذا والعالم في تطور فلا بد ان نقرا. بالنسبه للاعلامي الكتب والقراءه تعتبر مخزون لغوي تمام. يستخدمه بوقت الحاجه تمام. زين شلون نشوف اقبال الناس اليوم القراء؟ طلباتهم شغلك وسعته ما وسعته؟ سولف لنا عن هالموضوع. والله شوف مثل ما قلت لك العراق يقرا مهما كان، احيانا ياكل قليلا ويصرف اكثر مما ياكل، يصرف على الكتاب وخصوصا الكتب التاريخيه والكتب الآن اللي التنمية البشرية، لأن تعرف سابقا كانت ممنوعة هذه الكتب، أكثرها ممنوع، حتى بعض الكتب العراقية ممنوعة على التداول، لكن يعني سياسة النظام السابق. وأيضا الآن بعض الكتب إذا كانت فيها بعض التطرف أو أمور ليست في تقاليدنا ومجتمعنا أيضا عليها محدودية، وهذا شيء جيد أكيد. لكن الكتب التاريخية وخصوصا كتب الدكتور الأستاذ عبد الرزاق الحسني بالاجتماع الدكتور علي الوردي أيضا الدكتور مصطفى محمود كل هذه الكتب مقبولة، المرحوم طارق حرب أيضا كتب مالته لديها رواج، بالإضافة إلى الرواية والقصة موجودة والحمد لله السوق ماشي. بالنسبة لك قاريها هاي الكتب كلها؟ أقرأ الملخص مالتها فقط لأن مهما الوقت يعني ما يتسع الوقت بالتأكيد. من الساعة السادسة صباحا للساعة الثالثة وبعد ذلك أحتاج إلى بعض الراحة أكيد. أيضا عندي ارتباط الجانب الرياضي إذا تسألنا على الرياضة كل الكتب الرياضية مطالعها وقاريها وأيضا مصدرها نفس الوقت. نقول الله يرزقك من أوسع أبوابه. شكرا جزيلا يا زميلي. ربي يوفقكم وإن شاء الله أيضا دعوة لكم كشباب نعم. وهي الفرصة ما متاحة لكم الآن نعم. أيضا اقروا
وتطلعوا الله ربي يوفقكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا احبتي المشاهدين، مثل ما قلت انه راح اختم بالمقوله اللي تقول وخير جليس في الزمان كتابه. جولتنا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بها اليوم من شارع المتنبي اللي مثل ما قلنا انه هو جدا مزدحم. حبيبي انت، اجواء جدا جميله، انصحكم بزياره هذا الشارع تستمتعون باوقاتكم انتوا وعوائلكم. بالختام تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر، الى لقاء اخر، في امان الله.